السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو بعنوان أين سيجتاز التلاميذ المصابين بفيروس كورونا امتحانات البكالوريا لدورة يوليوز 2020؟ فين غادي يجتازوا الناس المصابين بفيروس كورونا هاد الامتحانات؟ واش غادي يدوزوها عادي في الاقسام بحالهم بحال الناس اللي ماشي مصابين، ولا غادي يدوزوا في مراكز خاصه بهم؟ هذا الفيديو برعايه قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، بقاو معايا باش نعرفوا الحيتيات ديال هذا الموضوع. اذا اوضح السيد سعيد امزازي وزير التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في حوار مع جريده هيسبريس الالكترونيه أن جميع مراكز الامتحان على الصعيد الوطني تتضمن قاعات معزولة خاصة بالحالات المشتبهة بفيروس كورونا وتخضع لبروتوكول صحي خاص لتجنب نقل العدوى. إذن أكد الوزير في واحد الحوار ديالو مع جريدة هيسبريس الإلكترونية بأن جميع مراكز الامتحان على الصعيد الوطني فيها واحد القاعات معزولة خاصة بالحالات المشتبهة بفيروس كورونا، يعني في كل مركز امتحان ضروري ما تكون واحد القاعة خاصة بالحالات المشتبهة بفيروس كورونا. إذا لقينا شي حد مثلا عنده الأعراض ديال فيروس كورونا غادي ندخلوه يدوز تما، وهذه القاعة تخضع لبروتوكول صحي خاص لتجنب نقل العدوى. إذا في هذه القاعة غادي يكونوا المستلزمات كاملين باش ما تكونش واحد الانتقال ديال العدوى ما بين المترشحين. وفي هذا الصدد قال السيد الوزير: وضعنا في كل مركز امتحان قاعة عزل احتياطية خاصة بظهور حالة مشتبهة بفيروس كورونا أو تحمل أعراضا مرضية، هادشي اللي قلنا، مؤكدا أنه في مثل هذه الحالات سيتدخل فريق صحي لنقل المترشح إلى قاعة العزل لإجراء امتحانه بشكل عادي. إذا الوزير كيأكد مرة ثانية بأنه الوزارة دارت مجموعة من الاحتياطات ودارت في كل مركز امتحان واحد القاعة ديال العزل خاصة بفيروس كورونا. كيقول بأنه إلى لقاو مثلا شي تلميذ فيه الأعراض ديال فيروس كورونا ولا حامل للفيروس، غادي يتدخل واحد الفريق صحي، غادي ينقل داك المترشح من داك القاعة اللي كان غادي يجري فيها الامتحان، غادي يديوه لداك قاعة العزل وغادي يدوز الامتحان ديالو بشكل عادي. وسيخضع جميع مترشحي ومترشحات البكالوريا 2020 لقياس حرارة إجباري قبل الدخول إلى مراكز الامتحانات. إذا الوزير كيقول بأنه جميع المترشحين والمترشحات ديال البكالوريا في الباب ديال مراكز الامتحان غادي يجريو واحد التست ديال الحرارة للتأكد من خلوهم من أعراض كوفيد 19، وفي حالة الشك في حالة معينة سيتم نقلها إلى قاعة العزل الخاصة وفق شروط تراعي تدابير السلامة والوقاية. إذا التلاميذ ديال البكالوريا كاملين غادي يدوزوا في الباب ديال مركز الامتحان التست ديال الحرارة باش يتأكدوا من الخلو ديالهم من أعراض الكورونا، وفي الحالة ديال أنه شكوا فشي تلميذ فيه الاعراض ديال كورونا غادي يدخلو غادي يديوه لقاعات العزل الخاصه وغادي يدوز الامتحان ديالو بشكل عادي كما قلنا قبيلاتي. اذا وبالنسبه للحالات الايجابيه التي تحمل الفيروس، كشف السيد سعيد امزازي انه تقرر تخصيص 3 مراكز امتحانات في المستشفيات الميدانيه لبن سليمان وبنقرير وسيدي يحيى الغرب خاصة بالمترشحين المصابين بالوباء أو الذين ظهرت عليهم أعراض إيجابية. إذا هنا كنتكلموا على التلاميذ والتلميذات اللي ديجا فيهم الفيروس. حنا كنعرفوا بأنه الحكومة قررت أنها تجمع داك المصابين اللي كاينين في جميع مناطق المغرب في جوج ديال المراكز في بن سليمان وفي بنقرير، وحاليا باش ظهرت داك البؤرة الجديدة ديال لالا ميمونة داروا واحد المركز كذلك في سيدي يحيى الغرب. إذا هاد التلاميذ المصابين ديجا هما كاينين في داك المستشفى المستشفيات الميدانية في بن سليمان وفي بنقرير وسيدي يحيى الغار. إذا غادي يدوزوا في داك المستشفيات الميدانية الامتحان ديالهم في 3 ديال المراكز: المستشفى الميداني بن سليمان، المستشفى الميداني بنقرير، ومستشفى الميداني بسيدي يحيى الغار. إذا غادي يدوزوا الامتحان ديالهم واخا مصابين بالفيروس قاعات خاصة، وغادي يدوزوا الامتحان ديالهم بشكل عادي جدا. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعة، كنتمنى لكم كل التوفيق، والتلاميذ والتلميذات المصابين بفيروس كورونا الله يشافيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.